تستهله من وهران، وبعد 4 أيام من المنافسات اختتمت البطولة العربية للسباحة داخل القاعة، أو اختتمت فعالياتها بمركب ميلود هدفي بوهران، حيث تمكن المنتخب الجزائري في 4 يوم من حصد 11 ميدالية جديدة تقسمت على 4 ذهبيات، 5 فضيات وبرونزيتين. هذا وحقق الذهبيات كل من أسامة سحنون في سباق 100 متر سباحة حرة، وجواد صيوت في سباق 200 متر سباحة على الصدر، مع رقم قياسي جديد قدره 2:13.35 و35 جزءا من المئة، إضافة إلى نفسي رانيا في سباق 200 متر سباحة على الصدر سيدات، وعرجون عبد الله في سباق 100 متر سباحة على الظهر، ليحتل المنتخب الوطني الصف الثاني في الترتيب العام بعد منتخب مصر. التغطية لياسين رشيد. صحتك سامو. لا ميداي، لي ميداي نتاع البارح والبارح و يا 3 جوغ كنت كازيمون سيغ نديهم، باسكو لي سبيسياليتي نتاعي لي عمتهم العام هذا كل 200 براس ما عمتهاش بزاف، عمتها بالك خطره العام هذا وما عطانيش بزاف عليها، سما ما كانتش حاجه اللي كنت نتسنى فيها نربح اليوم، سورتو كو عام معايا ان جوردانيان الى في ان دمي فينال او شامبيون دي موند. Donc c'est pas c'est quelqu'un qui a un niveau mondial et c'était il y a moins d'un mois. J'avais un peu de pression et je m'en suis très bien sorti, j'ai bien géré la course, j'ai maîtrisé du début jusqu'à la fin. J'ai fait mon meilleur temps au passage en record d'Algérie. Et alhamdoulilah, c'est ma 4e médaille d'or individuelle, j'ai fait un sans faute. Alhamdoulilah, وفقني ربي باش حصلت على الميدالية الرابعة ذهبية في هذه المنافسة. كما يقول لك كانت يعني عندها ذوق كما يقول لك ذوق رائع، سورتو اللي يعرف المسار تاع أسامة سحنون. صافي كيلكو موا كو جو مسي سيباري دو 100 متر ناج ليبر. الحمد لله بعد نتائج ايجابيه والعوده الموفقه في الالعاب البحريه المتوسط، وفقني ربي باش قدرت نعاود ونأكد العودة تاعي في 50 متر حرة و 100 متر حرة بتوقيت كما راكم تشوفوا فيه، يعني توقيت رائع يعني ذو مستوى عالمي. الحمد لله هذا يثبت بلي لي مومون لي جوزتهم بوندون 3 زون لي مومون ديفيسيل ما راحوش هكذاك. أنا فرحانة بزاف بالأرقام اللي حققتها هاد الكومبيتيسيون، خاصة في السباحة على الصدر، هادو أحسن أرقام ليا اللي حققتهم، وأربعة ميداليات على أربعة الحمد لله. الحمد لله على الميدالية الفضية هذه. فيما يخص النتائج تاعي، نظن باللي البطولة هذه أكدت العودة تاعي، جو بونس كو بعد 400 متر هذا جي كونفيرمي لو روتور تاعي. كان الصندو كما يقولوا حار جدا بيني وبين المصرية، كانت الشحنة بيناتنا وما كانش بيناتنا بزاف، الديفيرونس تاعنا سي لاغيفي برك. والحمد لله راني فرحانه بزاف بالثالثه ميداي تاعي، وزدت 100 زدت 100 بوان تاعي على المايل فاتت الحمد لله يا ربي. Je suis très contente de la médaille que j'ai obtenue اليوم. C'est 3 courses, 3 médailles. Alors c'est pas forcément une médaille d'or mais ça reste une belle médaille pour l'Algérie. الحمد لله انا personnellement je suis très content. هذا عرفت البطولة العربية للسباحة تواجد السباح الأولمبي سابقا سليم إيلاس لتشجيع ممثلي السباحة الجزائرية، حيث عبر عن سعادته بحصد عدد كبير من الميداليات وبالقاعة التي كان مديرا لها في فترة البناء، متمنيا المحافظة على هذه المنشأة. كما توقع إيلاس أيضا تألق الثنائي أسامة سحنون وجواد صيود في الأولمبياد القادم، ورفع الراية الوطنية عاليا. ميكروفون ياسين راشي. هذه العائلة تاع عائلة السباحة، والبطولة متواجدة في مدينة وهران، أنا ابن مدينة وهران، كان لازم نكون هنا باش على الأقل نوقف مع السباحين تاع الفريق الوطني، ربما ندعموهم يعني بالخبرة تاعنا، نتكلموا معاهم، نعطوهم يعني بعض النصائح باش يكونوا هما مرتاحين، لانه كان هنا سباحين اللي عندهم يعني خبره محترفين قد نقولوا، كان سباحين اخرين اصغر ربما يحتاجوا شويه دعم.
نلاحظوا ان كان وجود 11 دولة عربية نظن في البطولة. المستوى هو يعني لباس به، حتى المستوى تاع الصباح الجزائريين كانوا يقوموا بارقام تاعهم الخاصة وحتى ارقام جزائرية. نظن هذه البطولة على ما نظن على ما شفت هذه الايام هذه نجاح كامل من سوى التنظيم وحلا سوى حتى يعني المشاركة الرياضيين.